خطفتوا عصابه وطالبين 400,000 دولار. احنا ما احنا خاطفين حدا، احنا كابشين عالم الضيوف عنا بالامانه. ناشد الدولة اللبنانية، أهالي وادي خالد، إحنا واقفين هنا طالبين ابننا جبناه من سوريا، خطفته عصابة وطالبين 400,000 دولار. إحنا ما إحنا خاطفين حدا، إحنا كابشين عالم الضيوف عنا بالأمانة. ابننا أمانة بتلبيسة، ابننا وولدنا يرجع لعنا ونسلم الأمانة، نسلم الأمانة ونجيب الأمانة، غير هيك ما بنساوي. وزع تقطع روسنا، ما نسلم لحد يجي ابننا. طالب الدولة اللبنانية والسورية تتدخل بالوضع.